مرحبا بكم. كنت عارفوا بلي انا هو رئيس الحكومة فهمتي ولا؟ يا شكون الحال ولكن ما شفت الحال طب راسو مراحل. كنت تعرفوا بلي انا ملي جيت راه باغي نقضي على كلشي. لي طوكس. باغي نقضي على الفساد الى الميريكان. الميريكان عندهم سوبرمان وسبايدر مان وباتمان ثم عندكم عند العيالات في الكيران. خصكم تعرفوا باللي حنا حكومه صاحبي كتب مزيان تقول لي نامبورت كوا حنا حكومه تنقروا عاد كنفكروا عاد لو فكرنا باش نقروا غادي نخرجوا تبغي هذاك الشيء ما كان الله يهديك ابوانو شي زياده خصكم تعرفوا باللي حنا اللي بغينا الزحام في الطوبيس باش تحسوا بالحنان والدفء باش تفرقوا رزقكم مع بعضياتكم وكل واحد خاش يدو في جيبو اخر فهمتي ولا لا باش تحسوا في الطوبيس بلا شالور يما نقولوا معايا لا شالور خصكم تعرفوا باللي حنا حكومه عارفين شنو كنديروا وعارفين روسنا فين غاديين وعارفين فين جايين ولهذا بغيت نقول لكم اليوم بلي هاد العام ما غيخصنا حتى خير عندنا اللحم عندنا الزرع عندنا الزيت نعم هادشي خصني نقول للشعب انا ما كنهضرش على الشعب كنهضر علينا حنا اللي في البرلمان اللي ما غيخصنا حتى خير الشعب يدبر راسو خصكم تعرفوا بلي حنا ناس جينا باش نغيروا باش نغيروا الوضعيه ديالنا وانا سولوني على قضية ديال الأعضاء ديالنا باش نبداو نعطيوهم في السبيطار اللي ما تعطي العضو ديالو فأنا قلت لهم ما كاين مشكل غادي نعطيوكم أعضاء البرلمان كلهم